دي العربية بتداويه. فقال لا مصيبة مع مصيبة. فالإنسان لما يصاب بشيء يعني بيسلمها لله. قالك الآتي أبنت الدهري، بيقول للحم اللي جات له أبنت الدهري عندي كل بنت، بنتي على مصيبة باللغة العربية. أنت كويسة في العربية ولا جيب القاموس؟ لا كويسة، بس بنت دي مصيبة دي معرفهاش. ولو عرفها هتجاهلها. لا أبنت الدهر يعني يا مصيبة الدهر. وعندي كل بنت، عندي كل مصيبة. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ شو التعبير؟ يعني عند إزاي أنت ما تسيبينا؟ وبعدين هو يعني كده وساب البلاد وهاجر. ده عن المتنبي قصته. شعر مختلف، اللي يسمع حضرتك حافظ المتنبي وبتحب المتنبي ما يقولش انك مثلا ممكن تحب نزار قباني. ده حبيبي ده. نزار قباني انا عرفته كنت وكيل نيابة، وفوجئت ان انا كنت بحد في قضية من القضايا، كانت قضية تثير الرأي العام. وكان في يعني متهم واحد أردني. وبعدين هو كان له أخت بتشتغل في الإذاعة والكذا. وبعدين عن طريق بعض أصدقائنا سأل مين اللي بيحقق إلى آخر، كان بيتردد على مصر بسيط ده. فهو كان كتب كتاب اللي هو أول مجموعة شعرية له، لا هي طفولة ناد. طفولة نادي ليه بالنسبة للي بتاع. فاتصل بلي، كان زميل الله يرحمه اسمه طلعت سليط، كان معايا وكيل نيابة. فقال لي ده ناس طالبينه وبتاع ما اعرفش ايه، يحب يقعد معاك. فقعد معايا فحكينا له الحكاية دي. وبعدين لعلمك يوميها تشاء الأقدار كانت متهمة اللي هي فايزة أحمد المطربة، مش معقول. هي كانت شقية وبتاع، فظابط ضربته بالقلم. فالتقى نزار القباني مع فايزة أحمد فكذا. فيوميها جالي جواب، جالي بتاع إعلان بأن أحد لعيبة الكورة وكان أعظم لعيب في مصر لو سيد الدزوي اللي هو يقول أعظم لعيبة إنه زبطوه مع ناس بتوع مخدرات وبيشرب عجي. شوف العالم دي كلهم، يا خبر المشاهير كلهم في حتة واحدة، في بؤرة واحدة، مع نزار قباني تجمعوا كده. بعدين أنا بقى يعني عايز أحقق قضيتي بتاع، أروح أعمل. انتظرت على انهم يجيبوا لي المحضر، ما جاش. عبد الحكيم عامر الله يرحمه طبعا قال ما تدخلوش السيد الدزوي واسمه سيد التابع الدزوي الى اخره. نيجي الفايزة احمد تدخل يوميها عبد الوهاب، اتصل برئيس النيابه وقال له ده بنت كذا، ومحمد الموجي مش كده كان عامل لها لسه يما القمر على الباب والكلام ده. بعدين قال لي خلاص يا عم اديها لوم واديها بتاع مشي. بقي بقى صاحبنا ده يميها بقى قعد، فتعرفت بيه عن قرب. ناس عزمونا، رحنا نادي القضاء، قعدنا مع نزار القباني واداني حتى نفس مجموعه الشعر بتاعه بإهداء منه إلى آخره. وبعدين مشيت المشوار إلى آخره إلى آخره. وبعدين في في ذلك الوقت إن نزار القباني لما بدا كده كان لي صديق كويس جدا 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 اللي هو مخرج الروائع. من هو؟ سيد حسن الإمام. ده كان صديق عمري. حسن الإمام. والله العظيم. بس أستاذ حسن الإمام الله يرحمه كان مثقف جدا وتحدث الفرنسية بطلاقة، ورجل هو كان بره مريض. وطبعا تعرف قصته مع هند رستم، سيبك مش عشان ما نسيبش. المهم فبيقول لي شوف ادي كتبي، والله قال نفس الكلمة عشان الناس يعرفوا ان انا مثقف، ده بالفرنسية وده كذا وده كذا كذا الى غيره، عشان تعرف مدى صحيح. فكان طبعا ليلة هي العظيم. ودخل الخيه بقى نزار قباني كل ما يجي اعجب بشخصيه حسن الامام. وانا لما سبت النيابه العامه ورحت بعثه باريس اول واحد جه زارني بعديها قال لي مش قادر ومش عارف بطريقته. كان جميل، كان دمه خفيف جدا، كان مثقف جدا. وعلى فكره مخرج الروائع هو قدم علامات موجوده في السينما المصريه. يعني ما نقدرش ننكرها. شوفي نجيب محفوظ مين ترجم فكره؟ طبعا الثلاثيه. الثلاثيه بالثلاثه يعني اصبحت فعلا من روائع. ايه رايك في السيد صحيح؟ السيد ولا الست امينه؟ الله يرحمها. طب انت ايه رايك فعلا في السيد؟
والله هي تتوقف هل على هو لسه موجود لغايه دلوقتي؟ هل عندنا السيد دلوقتي في البرلمان؟ لا 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 ولا شوفي في البرلمان المصري هو لا لا برلمان هيمسك عصايه بقى ويقول له ستوب لا لا هو العلاقه بين الزوج والزوجه على فكره أيوة. تجمعهم اما محكمه الق...